اهلا بكم مشاهدينا الى القسم الاخير من كلام بيروت، معنا بالدكتور عاطف مجدلاني. يعني حكينا انه العام بعد في كم يوم بيخلص، وبرايك شو الانجازات يلي صارت اذا بدنا نقول على صعيد مجلس النواب الجلسه التشريعيه الاخيره؟ يعني ليك هو مع الاسف الشديد انه الفراغ في سده الرئاسه عم بيعطل عمل مجلس النيابه وعم بيشل عمل الحكومه مجلس الوزراء. ولكن وبفضل مبادرة مرة جديدة من دولة الرئيس سعد الحريري، عقد المجلس النيابي تشريع جلسة تشريعية لتشريع الضرورة، وكان فيها ثلاثة أو أربع قوانين كتير ضروريات لإنقاذ لبنان من وضعه على لائحة الدول غير المتعاونة. هذا بالاقتصاد عم نحكي، هذا بالاقتصاد، لا وهذه كتير مهمة. لأنه وضع لبنان على لائحة الدول غير المتعاونة معناتها لبنان صار جزيرة، دولة معناتها لبنان ما عاد يقدر يعمل أي بنك، ما عاد يقدر يعمل تحويل من جوا من لبنان إلى الخارج، ولا أنه قادر يستقبل أي تحويل من الخارج. فلذلك كان من الضرورة التصويت على هذه القوانين لإنقاذ لبنان من هذا الأمر، وهذا اجى بفضل دولة الرئيس سعد الحريري. وقت الرئيس بري كان صارم في هالموضوع، ايه، ولكن حاكم مصرف لبنان كان ابلغ، وطبعا السياسي الحكيمي لمصرف لبنان والكل صحيح. يعني صحيح، ولكن كان في موقف من الاحزاب المسيحية كان القوات ولا الجنرال عون انه والكتائب بنحط جنسية وقانون الانتخاب، ايوه، والا ما بنيجي على مجلس النواب. فاصبح يعني ما بيجوا على مجلس النواب، يعني في بصير في خلل ما في، لانه الكتائب موقفهم مبدا انه ما فينا نشرع بغياب الراي. صحيح، الكتائب موقفهم يعني دائما مبدئي وعلى جنب. المهم انه اجى دوله الرئيس سعد الحريري قال لهم نحن بنروح على هذه الجلسه، ولكن واخر مره، ولكن اخر مره الجلسه القادمه بده يكون عليها اول بند قانون الانتخاب. بموضوع اللي بالانجازات اذا بدنا نقول سلامه، قانون سلامه الغذاء، هلا بالانجازات بالوصفه الطبيه اللي حضرتكم ايضا نعم اشتغلتوا عليها، في موضوع قانون سلامه الغذاء اللي هو انا سميته قانون باسل فليحان، لانه باسل الشهيد باسل فليحان هو كان اول انسان بدا بهذا الموضوع وعمل اجتماعات عديده ووضع المسوده الاولى لقانون سلامه الغذاء، واخذ معنا 10 سنين حتى قدرنا يعني وصلنا انه يصدر كقانون، لانه كان في محاربه لهذا القانون من قبل بعض الوزراء خوفا على صلاحياتهم. المهم قدرنا وبفضل دوله الرئيس نبيه بري قدرنا نتوصل انه هذا القانون يوصل مجلس النيابه، وطحش العمل الوزير اوائل ابو فعور للامانه. وطبعا الحمله اللي قام فيها الاستاذ معالي الوزير وائل ابو فعور ساعدتنا ايضا، عطتنا دفع، ولذلك قدرنا نوصل هذا القانون الى حيز التنفيذ. هلا مبدئيا عندنا شيء بالنفايات كمان هو نوع من الانجاز في موضوع الوصفه الطبيه الموحده. ايه عفوا، لابد من اعاده التاكيد على انه هذه الوصفه اجت تا يكون عندها ثلاث اهداف او اربعه. الهدف الاول تخفيض فاتورة الدواء في لبنان يلي هي اليوم 1.3 مليار دولار. نعم. 70% من هذا الرقم بيطلع من جيبة المواطن. يعني اجت هذه الوصفة الطبية الموحدة حتى تسمح باستبدال الدواء اللي عنده اسم تجاري بدواء عنده اسم نظامي، الفرق بالسعر بيناتهم بين 30 و40%، الأمرار بيوصل لل 50%. نعم. يعني هيك بنكون عم نوفر على جيبة المواطن 30 و40% من فاتورة الدواء. ثاني أمر عم نوفر على الدولة أيضا على الصناديق الضامنة من ضمان اجتماعي إلى تعاونية موظفين إلى الجيش ودرك وغيرها. الهدف الثالث هو تحسين وضع الطبيب خاصة بمعاشه التقاعدي، لأنه هذه الوصفة الطبية الموحدة تصدرها النقابة، الطبيب بده يدفع حقها اللي هو حق الطابع النقابي على كل وصفة 250 ليرة مش 30,000 ليرة مثل ما عم بيستغلوا الوضع بعض الأطباء مع الأسف الشديد. نوع من الشفافية هذه أيضا بسيط. هذه الوصفة الطبية هي مجانية، هي مجانية، هيدي ورقة مثل ورقة الحكيم اللي كان قبل. أيوة. يعملها نفس الشيء، المريض ما لازم يدفع ولا فرنك حق هذه الوصفة الطبية الموحدة.
اللي بيدفعهم الطبيب بالنقابة عم بيروحوا على صندوق التقاعد، وتقاعد الطبيب بده يصير من 600 اليوم، من مليون اليوم إلى مليون ونص غدا بفضل هذه الوصفة الطبية الموحدة. هذه هي أهداف هذه الوصفة الطبية الموحدة اللي أنا بتمنى على كل الأطباء أنه يلتزموا فيها، وعلى كل المستشفيات. مبدئيا ماشي الحال، ماشي الحال، صار في تراجع ولكن رجع عمل له دفع معالي الوزير الله يخليه، وزير وائل بو فعور. حضرتك كمان يعطيك العافية، كمان كنت معه على الخط. الله يعافيك. لا يعني القانون أنا تقدمت فيه كاقتراح، إنما بتعرف إذا ما في سلطة تنفيذية تساعدك القانون بيضل بالأدراج. هلا بعد في عنا، لذلك أنا بدي أشكر معالي الوزير وائل بو فعور على هذه الهمة اللي بفضله بدأ تنفيذ هذه الوصفة. نفايات ترحل خلاص، مش الحال يعني، مع الأسف الشديد هذا الحل الوحيد والأخير اللي بقى للبنان. والكلفة كبيرة، بس إنه ما عندنا حل تاني. ما في حل تاني، ولكن هذا بيبقى حل مؤقت. مؤقت أكيد، نعم. الحل المستدام، الحل المستدام هو بناء مصانع للفرز ومصانع أو محارق للنفايات، ولابد من إيجاد أمكنة مطامر. لابد من إيجاد مطامر. هون بدي استغل الفرصة وأقول أنه مع الأسف الشديد، مع الأسف الشديد، بعض السياسيين وبعض وسائل الإعلام قدروا يأثروا على المواطن بشكل يقلبوا له المنطق السليم. يعني هلا في مكبات عشوائية، بدي يعملوا لكم مطامر صحية. أوكي خليها مثلا. يعني أنا تعجبت وقت شفت ناس رافعين شعارات ما بدنا عكار مزبلي. طيب طلعت انا لقيت بعكار في 40 مكب عشوائي، 40 مصدر للميكروبات والاوبئه والقوارض والفيران وكل الوسخ. مطمر صحي. طيب اجت الدوله عم بتقول لكم بدي اعمل لكم مطمر صحي ينقذكم من هذه الامراض. لا رفضوا، لانه غير مناطق رفضت، لانه صار في رفض انه ما بدنا عكار مزبلي. غير مناطق رفضت ايضا، عظيم على راس وعيني، بس انا عم بعطي هذا المثل لانه كان واضح انه ما بدنا عكار مزبله فيها 40 مكب عشوائي، هدول منهم مزبله. طيب وجد الدوله تقول لك انا خي هدول كلهم خلصك منهم، بعمل لك اياهم مطمر صحي، ما بتقعد تسمع لا بالامراض ولا بالاوبئه ولا بال. على كل حال بعد في الكثير كان لازم تحقق هذا العام، اذا بدنا نقول يعني موضوع عندنا الاقتصاد، عندنا موضوع النفط والغاز، عندنا ما قدرت، وعندنا قانون انتخاب ماشي حال. قانون الانتخاب في لجنة هلأ عم تهتم فيه، ومع وقت شهرين حتى تقدر تعطينا شو النتيجة اللي توصلت لها. وهون الخلاف إذا ما توصلت لنتيجة بدنا نروح على اللجان المشتركة، ويمكن تكون اللجان المشتركة برئاسة الرئيس بري حتى نبحث بقانون الانتخاب. إنما أنا بدي أقول كان في قانون وصل على مكتب الرئيس، يعني كان ممكن ينحط على جدول الأعمال لو وافقوا الإخوان على وضعه بجلسة تشريع الضرورة، اللي هو تأمين صحي للمتقاعد من الضمان. سيد سلمان إذا عندي وقت بعد كتير قليل بس أولى الضمان الاجتماعي اليوم بيعطيك كل التعويض، كل العطاءات من تعويضات عائلية إلى تغطية صحية إلى آخره، طالما أنت عم تشتغل. بصير عمرك 64 سنة بيعطيك تعويض، وهون أنت بحاجة أكثر، بتصير بحاجة أكثر وما بيعود في عندك أي تغطية. جينا نحن نقول لا، نحن في قادرين نكمل هذه التغطية الصحية عبر الضمان لهذا المضمون المتقاعد، و يعني لقاء بدل بسيط 60,000 ليرة بالشهر ممكن هذا المضمون يضل. بعدكم عم تشتغلوا عليه الموضوع؟ خلص الموضوع، صار عند الرئيس بري باول جلسه تشريعيه ان شاء الله. ان شاء الله بعد انتخاب الرئيس، بعد انتخاب الرئيس وبعد مرخص قانون الانتخاب وبعد بتروح لها شي 10 سنين ان شاء الله. لا ان شاء الله حضرتك متفائل على كل حال، وحلو بهذه الايام المباركه اذا بدنا نقول هذا التفاؤل. لازم نكون متفائلين. نعم بنعيدك ونقول لك انعاد عليك بعيد الميلاد والسنه الجديده. شكرا. وايضا بنوجه المعايده لكل اللبنانيين. انا كمان بضم معايدتي لك. شكرا لك دكتور عاطف مجدلاني عضو كتله المستقبل. شكرا للمشاهدين على المتابعه، الى اللقاء.